هلا والله مرحبا بالحلوين عدنا في الحلقه السابعه من لعبه ساتسفاكتوري يا <applause> هلا <applause> بالحلوين عدنا يا عيال عدنا وحلقة الماضية وش سوينا؟ حطينا هذه المكينة الجديدة اللي قاعدة الكاتيريا وما يسمونها المادة هذه قاعد يسوي لي اياها زين وجمع لي والله حدود 2000 2000 ما شاء الله يعني حبل مرة واجد هذا الحلوين طبعا جايين من تحت الارض لاني بنيت البلاط ذا مو مشكله. ابغى اروح اشوف الريسيرش صار عليه، انا حطيت ايش؟ حطيت اخر مره الشريحه الظاهر. يب هارد درايف لسه اوه جهز. هلا بوي يقول لك هذا ما راح يغير لك الوصفه راح يعطيك وصفه جديده للرينفورس راح تصير تسويه بالواير وال والبليت انا الحين شو اسوي اصلا اسوي بالبليت والمسامير يعني تدرون عطنا هذا احس احسن من هذول هذول ما لهم داعي خلاص طيب قول بسم الله طبعا راح يكون اسرع مفروض يس 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 المهم ما علينا أه... خلينا نشوف ايش الاشياء اللي اقدر اسوي لها ريسيرش زين زين عندنا حقت الحيوانات سويت ريسيرش لكل شيء باقي هذا اللي في النص يحتاج خمسه مد... كريستال مدري ايش اوبجكت سكانر امبروفمنت اوكي راح يحسن لي السكانر طيب هذا حق الالين اورجزم اورجان اورجانيزم، اوكي. وعندنا هذا الميديكال انهيلر، هذا راح يكون علاج طبعا، انا اسال حلقة كيف يزود دمي. اتوقع هذا احسن شيء. بس نحتاج ايش؟ نحتاج المايسيريا اللي ما ادري كيف اجيبها. عندنا الكثير يوم ما ادري هذا الحصى الجديد او الحجر الجديد قاعدين نسويه الحين ريسيرش. ايوه سمارت سبلتر. وش فرقه ذا سمارت؟ تعال تعال انت ايش؟ والله شكله بيفتح لي شيء كويس ذا باور سويتش باور ما ادري ايش هذا الزبلاين ما علينا خلينا نشوف اللي بعده مايسيريا راح يصير فابريك وميديكال بروبرتيز اوه ها. والله هذا راح يعطينا علاج اسوي له ريسيرش اجيب الاجارك هذا او جارك ما يسمونه البيكون والله ودي اجيبه يا عيال شكل هذا بيفتح لي شيء كويس في الدم وما الدم طيب عندنا النيوتر... النيوتريانتس نيوتريشنال آه... ميكستشر برضه راح يعطينا بعد شيء الاكل بس احتاج هذه هذول لسه ما جبناهم ستيل بايب وما ادري ايش لسه ستيتر ما جبناهم طيب الباور سلاك عارف عارفين انا قصنا البنفسجي الكوارتز احتاج الرين فورست واحتاج الكوارتز كريستال طبعا الكوارتز هذا بالحجر الزهري الجديد هذا اللي احنا قاعدين نسوي فيه اصلا ايش فيه؟ شكله والله عبت الاستورجات يا عيال هذا فل وهذا فل وهذا برضه فل عبينا السورجات الس... الزهرية ذي والله معليش بفتح سورج زيادة رابع اوكي انا متأكد انكم قاعدين تهاوشوني انا استخدمها وما ادري ايش لكن حاليا انا صراحة في شيء ثاني قاعد نسويها فما عندي وقت اني أتف... ما فضيتها يعني الحين بس انتم ايوه جمعوا حتى هنا اوكي لان بصراحه ترون ليش انا مستعجل او مو مستعجل ليش ابغى اخزنها لانها كهربا بيخلص في اي وقت وراح توقف انتاجيتها ولا اني براجع صراحه اغير البنزين واحط بنزين ما بناقص صراحه خلى لين تفضى تشوفون السر هذا اذا فضى وقتها يصير خير وش بعد عندنا اوكي قلنا الكوارتز لازم نسوي لها ريسيرش نحتاج الرينفورس نحتاج هذه اللي قاعدين نسويه الحين عندنا مليون حبه نرجع الحين للسلفر اللي هو الجديد سلفر يطول عمر السلامه يقول سوي لي سلفر سلفر انا ما جمعت سلفر الكتيريوم هو الجديد السلفر هذا جمعناه واقدر الحين ادور له اسوي له سكان اصبر شلون اسوي سكان ايوه سلفر تكفى لي انك قريب تكفى يا سلفر اوه طول اوه طول يا عيال ايوه 600 اوه 600 و والله هناك شكله طيب قبل ما نروح له في شيء شيء جبار ودي اسويه اتوقع انه حلو جامب بادز هذه لو حطيتها راح تصير اقفز مسافات بعيده احتاج الوايرات والايرون بليت ودي اسويها بحيث اني مثلا ابغى اتسلق هذا الجدار الجبل أحطها طنق اروح الجهه الثانيه ما ادري عاد تزبط ولا لا بس انا احنا مسوينا ريسيس مسوي, مسوينا في الاخير مردنا نسوي لها فخلنا إلى من الحين يعني ليش لا؟ الروتر عنده الحلو هذا قاعد يصنع لي اياه المفروض. هي تعال تودي روتر خلاص وقف. استهبل انت تحتاجه اصبر اصبر وقف. قاعد توديه خلاص خزن عندك هنا جمع لي. يرحم لي والديك والله سكرو عندي بطيء مره. تدرون ليش بطيء سكرو؟ لانه ما قاعد يجي حديد. ولا هو المفروض سريع بس ما قاعد يجي حديد من هنا. يب ما قاعد يجي حديد يا عيال من هذه. عضو قاعد تودي الحديد هناك. بزر. لا صح الروتر الظاهر عندي في الستورج انا حاطه. تعال هذا الستورج حقي الكيوت في مية روتر يا عيال. والله عندي روتر مره واجد. طب تعال يا حلو اقدر اسوي لك ريسيرش؟ تكفى يب 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 اقدر اسوي لي ريسيرش يا عيال. جو 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 روح روح القلب دعيرك روح. روح يا حبيبي روح لا تصقع لا تصقع الحجاره هذه تكفى ترانسبورتيشن ايوه شوف وين طل... شوف وين توديني لو بنيتها تحتاج كهرب ايوه وش سالفتك انت؟ لازم كهرب؟ لا اذا لازم كهرب اجل ما راح نستفيد منها حاليا اوه خايسة مرة يا عيال والله خايسة مرة بعد أبو الخياس يا شيخ والله خايسة توقعت إن إيه أبو كلب يلا مع علينا يا ابوي أنت وش تحتاج عشان تسوي طلقات سوي لي سوي لي بالله طلقات ايوه نبغى نطلع الحين أشوف هذا السلفر يب 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 طبعا عندي السلق هذه الصفراء والزرقاء اقدر استفيد منها بعدين طيب احتاج بس الايرون بليت عشان أسوي الطريق واتوقع كذا يكون خلاص يكون معي كل شيء تمام اتوقع 250 ايرون بليت تكفينا يا رجل بحجب حبه زياده كذا الامور ان شاء الله كويسه صح وش صار على الستورج حق هذا والله جمع لي جمع لي عدد وقدر كويس 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 انت يا حلو قاعد تنتج لي بالخشب حلو قاعد ينتج لي وهذا بالعشب حلو حلو هناك هي شوفوا هي مي بعيدة بس انها الوصول لها راح يكون قروش شوي لان الطريق كله كذا تسلق الله يقلع طيب بروح مع تحت والله جلل بس اني اشوف هنا هذه الحلوة ما انت ايش جابك انت آه يا بزر من طلعت انت؟ آه عناكب صغيرة ما اقدر اشوف ظلام ظلام شوف شوف البزر هذا اللي ما يساعدني طيب انا برجع للبيت وبعدين بجي اسطر كنتو اياهم كنا مات بطلقة مات بطلقة واحدة والله ضعاف هذول مشكلة هذيك شوفوا طلعت خياس فما اقدر اروح لود الازرق ابغى السلق في الارض يب اني ذبحتهم كفو 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 اصبر انت خليني الوت بعدين اسوي اللي تبيني يا وسخه حلو وين الطريق هناك قدام والله ظلام والله قريبه بعد مره اوكي عيال للاسف ظلام الطريق وطول الليل صراحه بس بروح انا ما عليه هلا صديقي كيف حالك هلا والله ما يدري اني وراه ولا كان انحاش يا قلبي ايه شافني دق الريوس الكلب يا عيال يا تشوفون في فوق صفراء ابغى ابيها ايوه حلو طيب اسمعوا مشكله ما عندي موارد فايش بسوي بتسلق وبقف وبكسر اللي تحتي عشان اقدر اوصل نقول ان شاء الله اني ما اتوهق يعني هل اقدر ابني طيب وانا فوق هنا ايوه حلو قسم بالله اني ما ادري شلون قاعد اتسلق. <applause> وينهم؟ اسمع صوته بس ما ادري وينهم. يا عيال شكلي حطيت صندوق <applause> فوقهم. هذا شوفه؟ ايوا قام يدمج ذا، اي خيس خيس تكفى خليه يموت تكفى. يا عيني على اختراع يا عيال، قسم بالله فن. متى ما تميت من الدخان حقه اوه الحمد لله السلامة طيب كنت بس عشان الوت وعشان اضيع وقتي لين يجي النهار وجا النهار الحمد لله وين ايوه هذا قدام لكن فوق والله شكله فوق يب يعني للزفت وش قاعد اسوي ذا قاعد سلك شجرة كبرك اوه كبير وجع 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 مو مو مقرف عمر شوف ذا الحجر الخايسه مات يا يا أعطاني ثلاثه اور يا قبيح استغفر الله زبدنا انه فوق الجبل هو شكلي بحتاج اسوي نفس الحركه اللي تو سويتها يب او اني اتاكد انه ورا الجبل ولا هذا وشه ذا ايوه مايسيليا اعطاني اياها سكيت الحمار يلا انقلع رح بيتكم يا غبي اشترى هذا تعطيني مايسيليا اللي في الغالب اني جرت ابو اسمها بس يعني خليك فوق خليك فوق خليك فوق تعال <applause> عطني أعطني عطني السلاح ذا صراحه من مخسر طلقات عليهم لا جاني عنكبوت اللي تو طامر وقتها استخدمت عليه السلاح ذا اما دور السبايك لا ما يحتاج خسر الرصاص شوف نشب سبايك سبايك حرفيا تعال تعال خلينا زياده اوه في كراش هنا هيت سينك اوكي سخان شفت الاشجار ذي على المويه حتى هذول يعطون فحم اوه لقينا فحم يا عيال بس في زفت تحت الارض قاعد يطلق علي لقيت فحم بالصدفه جمع جمع كذا فحم سوي لي ريسيرش يا كلب ما ينفع تطلق علي وانت تحت الارض تغش اوكي بنرجع له ان شاء الله بنسوي له ريسيرش الفحم يحتاج الظاهر في اشياء واجد اكيد طبعا منها منها الطاقه راح يكون مصدر الطاقه الزبدة اكيد نحتاج الايش نحتاج بروكن باتري باتري بروكن نيدز 500 ايش بس نحتاج كهرب ايزي اي زي اتوقع يحتاج كهرب بس الا والله يحتاج كهرب اسمعوا اسمعوا شكلي اجل على كذا بحط للفحم الحفاره بعدين بجيب حفاره ثانيه للسلفر حاليا خلينا نجيب للفحم دام انه اللي لقيناه <applause> تعال عاد ارزاق <applause> ارزاق <applause> يا شو نسوي اشبكها هنا واشبكها شو اشبك على ذاك والله ما ادري زبده اصبروا يا شارع زعجتني تراك لا 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 خشب جبه خشب جبه عطني باي فيول ضعف انتاجيه بحيث انه ما يصير يحرق كثير شغلي بس هذا اتوقع بعد لو نضعف اقل يب عادي ما يضره ما اقدر اشبك عليه اوه صح صح هذاك لازم نفصله من هذاك وقل عطني يلا يب لازم نحول فول باور بعدين اقدر افتح لازم يحتاج 50 ام دبليو واط الزبده عطنا 30 بس يا فقر اشبك انت بهذا وانت بهذا وانت اشبك بهذاك دن امسك خذ اي زفت ولع وانت ولع معه دن يا عيال ولعنا الكهرب فيه اعطينا كهرب يا سلام يا رب يكون شيء يسوى بيكون فيوز طبعا هلا بوي تعال 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 هلا بوي خلاص انقلعوا <applause> يلا شغلي هذا وضعف لي اقل شيء كم تحتاج واط انت؟ خمسة واط يحتاج بس انا الحين 5.1 يعني كفي هذا مره كفي اقلع بالقوه اه اقلع بالقوه طيب الحين نبغى نسحبه للبيت يا حلوين رجعنا البيت معنا فحم بس 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 آه تدري تدري انقلع شوي دن يا هذا الطريق حقه هذا الطريق حق الفحم هلا بوي هلا بوي هلا بوي هلا جبنا فحم وش السالفه يا نحتاج الحين نسوي لنا حفاره زياده عشان نسوي دريل السلفر الفحم هذا ما كان في الخطه لكن الحمد لله لقيناه وينك يا دريل تعال يرحم لي والديك عطني بورتبل واحد يا سلام طيب بس ابغى حديد زياده بس احتياط خذ هذول اصنع لي فيهم يلا والثاني ورع تعال انت خذ الخشب وين الخشب هذا 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 اتوقع بس كذا يب يلا صنعوا لي زياده طبعا هذول جمعتهم في الليل تو وانا قاعد هناك زبده قابل في الليل عيال وين الفحم مفروض جاي في الطريق ومفروض مفروض قدام برضو شوفوا فوقي على اليسار يب يب على اليسار يا قروشه يلا ايزي ايزي نبغى نبغانا بس كم ستورج نسوي تعال اوبا ما معي حديد نسيت اجيب حديد يا الله اوف لو أو في طريق من فوق <applause> اوكي اوكي ويت ويت يمكن القى لي حديد هنا اصلا ترى ما لوت المنطقه دي زين لاني شايف نفسي عليها صراحه شوف الفحم شوف الفحم أي وخر عن الفحم يا ورع في هنا مسامير وفرها في جيبك ايوه موديلر فريم نايس سبع حبات والله حلو اوكي للاسف ما في اللي ابغاه فبنتسلق فوق <applause> من هذا الجسر شوفونه يب نطلع من هناك هلا والله اصبر شوي تكفون صحراء هنا جنب بيتي اتوقع انا اسرع منهم اتوقع يا المنطقه الصحراويه ذي متى ايش يا كلاب قتلتها <applause> يوا فقعتها ما تعطيني شيء وش وش ذا في فوق حطام شوفوني هناك ايوه شوف اعطاني اعطاني شيء في الارض الله يخضع قربي قربي ماتت ايوه باقي واحده ايزي والله انهم ايزي تعال 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 ايه بس عندي لوت عندي مكان ايه عندي مكان وش ذا ايرين ما ايه الله لحم الله يغفر في جيبك في <applause> شيء هنا اصبر 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 هذا الوادي ايش وش هذا الوادي يا عيال في هناك رمل شوفون يا وسخ وسخ سطرتني يا كلب ايه ما في الا اطمر فوقك يا كلب من امك تجيبني طب هذا في شيء جوا في <applause> حلزونة يو شوفون تشوفون حلزونه هنا بس ما اقدر اوصل لها تعال اقدر اقصها من شر ايوه لايمستون وسيليكا وما ادري ايش اعطاني ذا الخشب ياو عطاني شيء واجد طبعا سلكه ما احتاجه او لايم صام ما احتاجه ابغى الثاني هذه ما يصير لي مدري وشو الاكل خلاص خلاص رجعنا رجعنا ابغى ابغى السلفر حاليا فوكس على السلفر والله ودي اروح استكشف هذيك المنطقه والله اخ ودي ودي الحطام بعد هنا تحت تشوفونه طايح واصل تحت هو من فوق <applause> جاي هذا الهيتر صح؟ الله ياخذكم الله ياخذكم جاي شيك على الهيتر الله يقرعكم قرب الحقوني الحقوني. أيوه. ها. وين جيتيني أنتِ؟ أبغى أتسلك فوق هناك. شوفونا فوق. يا رب القى طريق، لو ما القى طريق مالي إلا أني. آه, آه. يا أخوي انقلعوا وخلوني في حاري. يب ما في طريق. أوه إلا في طريق بس من هناك شوفون. والله ما في طريق، لا لا ما في طريق صدق. في طريق بس لازم أعرف وين مدخل حقه، يعني لازم مدخل واحد. اساسي امشي معه بعدين اروح للباقين صعب موضوع الطريق مره صعب ارتفاكت اص اص ادري ادري تبيني اخذه يا صوتك يخوف تراك انت اسكتي هذا قوي الزبده مو زي اي واحد يا كذابين انتوا لسه ما امه فايده وش المخلوق العجيب اص كف على عينك يلا يلا جب جب عشانكم بس قايل ايوه هذا الطريق <applause> هذا الطريق <applause> ابشركم يا عيال يا اخي انك توصل للجبل قروشه اتوقع بعد الطريق والله اعلم اوبا متنا متنا احتاج اروح هناك يمين والف هناك لين فوق هناك اوكي في حالك كم واحد معليش انت بعدين لحقين عليك

والله اني فاهي ضار في طريق والله من يسار اي والله اي والله يا ليل حتى في اللي طلق نار بوكسك ايوه بادي شو يوم نسوني السبايك ذول اه ما نسوني تعال الكلب انت انت اول كلب التنمر انا اعرف انا علاجه عندي شوف كيف ابله 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 اوكي سطرني والله سطرني شوي بس ما عليه جلدت الكلب شوفوا هذا الحجر وشو ايوه بوكس تايت وش سالفتك انت؟ لقينا هذا احجار الحلقه ذي سلفر وكول اللي فحم وبوكسايت تعال انت اني نسيتك؟ تحس نسيتك؟ يا حقير يا زين أمك يا شيخ. يا زين أمك يا شيخ. السلام عليكم. ازيكم يا أصحاب. وجع وجع وجع. أيوا. بتخبى أنا، لأن في شيء. في شيء فوق، ما أدري وش هو، لكن في شيء. شفتوا يوم تكلمت قالت كومبلاي. رقني رقني فوق. معناته في هي يخوف فوق. رقني رقني فوق، وش السالفة؟ وين بزران اللي طلقوا علي تو؟ هنا. بس اني الله ياخذك انت دخانك ذا ازعجتني تراك. في ارتفاكس مدري وينه ما اشوف، انت ما من الدخان اللي حوالي يا بثره. طيب ايوه ركب هنا. تدري شكلي بسحب من تحت يا عيال، والله فوق الطريق كله دخان خطر. والله شكلي بس حابب تحت عند هذول وش الكف اللي جاني؟ نقص كل دمي يا عيال نحن بريز الكلب اشوفني مسوي لود والله جاني كف والله يا جاني كف محترم ايوه الله يستر لا اموت اوكي اوكي عادي عادي طيحه عادي ما تعور بس الكف اللي جاني ترى ما ابغى ينعاد يا عيال اوكي قص قص انت ولا كلمة. ماينر طبعا انا مسوي سيف عشان كذا رجعت هنا. الله يقرع ابو ابو دمج كشيخ. الله يقرع ابو دمج كشيخ. بنيت الطريق تقريبا. ابي الحين اجيب هذا لا مو لوك اوت على الله. لوجيستكس عطني هذا الطريق. والله المشكلة ما ادري عن وين وصلت صراحة. يوه بسم الله شبكته حلو شبكته باقي الكهرب باقي الكهرب اتوقع بعد الكهرب ان شاء الله امور زينه خلني انزل تحت انا وبروح لهم من فوق اوكي ولا يا اخي المشكله ما ودي اخسر كل اغراضي فهمتوا هذا اللي خايف منه انا الصدق سويت لي كذا طريق ابو <applause> كلبي زين الحين ايش بسوي؟ ابى اجيب الستورج هنا عشان الطريق اللي فوق هذا طبعا كله مؤقت يا عيال ها بس عشان لو مت اقدر ارجع هنا فوق من جديد طيب الحين بحط هنا في الستورج اغراضي ستور اول عشان لو مت ما اصيح لا حرفيا ممكن اصيح عطني بس الكهرب اتوقع ابغى بس الخشب حق الكهرب يب هذا معي بسم الله حتى الجزمه الله يعزكم هذه برميها. تعال عشان ما اخسرها والفرد بعد. يا اخي صعب السلم صعب صعب. <صعب> الزبده خلاص اعرف وين جثتي انا زين؟ فاش بسوي؟ بجي هنا باخذ الخشب بحاول اركض للمكان هذا اللي نبغاه الزبده. بحاول اني اركض له تعال عطني 200 خشب مشينا بحاول اني احط الخشب واموت عادي بس اهم اني احط الخشب يب من هنا كنت تنزل تحت دائم في الوادي اتوقع من فوق هذا الطريق راح يوديني او بتصفق في الطريق هذه المشكله بس عوافي ما عندي اي شيء اخسره ما عندي الا الخشب وانا مجهز كل شيء بس احط الخشب قضينا موت زي ما تبغى بس خلنا نوصل تكفى اسمع تكفى خلنا نوصل تكفى لا والله الطريق مو <applause> من هنا يا عيال آه ذا ما يودي أوكي بروح من فوق معلي عليه نفس طريق الأول حاولت أروح من فوق لكن يا أخي وذول يطردونك صعب صعب مرة ما يمديك ما يمديك تفكر حتى ولا وقصير لا بس الشجر يغطي عيونه شو يسوي ها خي كذا أمشي والله ما أشوف شيء شو يسوي يا عيال صعب أهم شيء إني هذا شبكناه تشوفون تشوفون يب شبكنا أبوه بعد الحين لو متنا اوكي أعطني بس اكل تكفى لو متنا اوكي

بس أبغى أضبط الفتحه اللي فوق خلينا نقول عطني كذا اربعه يا سلام والحين لا اشبكها باللي تحت تعال وينك بس يا سلام اخيرا يا عيال تعالي تعال فهم تعال تعال فهم تعال انت انت ما معي منك 33 حبه خلاص اسوي ريسيرش سالفتك انت الظاهر نستخدمه كوقود بفك لي ازمه بدل ما اجمع خشب يقلع بالقوه ما في <applause> كول في سلفر السلفر يحتاج كول كويس نحتاج اثنينهم عشان نسوي بلاك باودر اكسبلوزف باودر يستخدم كمتفجرات شكلي بصير اسوي ار بي جي يا عيال يقلع بالقوه يلا ادخل ادخل ايوه منشار ازعجتني انقلع وانت بعد عطني ستورج لك للسلفر تعال الماي سيل انا كنت احتاج الايش؟ اللي اخذته من الشجر الشجر الغريب كنت احتاج للريسيرش بس وش كان الريسيرش ما اذكر تعال انت كم جمعت لي؟ والله اكبر جمع لي مره كثير يو شوف شوف كلهم كلهم راحوا الحين انطلقوا اي اي روح 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 يلا يلا الحين خلاص الباقي يصنعون يودونه هناك عند الجهاز الثاني حق الصنع ما ادري ايش كان يسوي لي يسوي لي ظاهر فورست لا يسوي لي يسوي لي وينه المربع ما ادري وش مربع الحديد اسمته ما علينا تعال خليك هنا هذه المايسيليا اقدر اسوي احتاج هذه حبه عشان اسوي لها ذا طيب وهنا اوكي ما علينا نحتاج هذه هذه الحبه الزهريه هذه نحتاجها وهذه راح يسوي لي فابريك ما ادري ايش فائده الفابريك صراحه نوت افيلبل ريسيرش يب ستارت ريسيرش مش بيفتح لي؟ هذا فابريك فتح لي باراشوت اوه اوه ابوي وات بسوي باراشوت اي والله فتحنا لي باراشوت فتح طيب أجا خلينا نجيب هذه هذه ما ادري ايش سالفتها خلينا نجيبها يب يب برضه هنا للميديكال انهيلر نحتاج 100 موديلر فريم ونحتاج هذه المايسيليا اللي جمعتها الموديلر فريم الظاهر ما يكلفني يب نحتاج الرينفورس وعندي الظاهر رينفورس فورس هناك قاعد امنتج امنتج انتج قصدي حلو رينفورس فورس وين عندي 78 حبه نحتاج زيادة. هو هو وين نصنع هنا جالسين هنا تعال عطني بالله 500 مسمار خلينا نحطها هنا نعجل عليهم سوي لي هذول زياده اوكي اوكي ما علي من مستعجل عليهم بس ان الحين وشو جبنا الفحم وجبنا السلفر أحتاج بس حبة حتى برشات برشات سويناه صح؟ سويت الريسيرش حقنا أنا يب سويته شو أصنعه؟ أتوقع هنا باراشوت يب أحتاج فابريك عشرة فا أوو الفابريك مشكلة يحتاج هذا يحتاج هذا بايوماس يب تعال تعال إيزي والله عندي سوري خمس حبات باراشوت وات شو هذي ذي أما أما امها لازم بس بدل هذا معليش يعني بس يخسى خلها في شنطة احتياط طيب الفحم ما سويت له ريسيرش غريبة ممكن مع السلفر هو بس شوف نحتاج بس 50 سلفر و50 فحم راح يسوي لي حق الاكسبلوزيف متفجرات طيب بسم الله كم جمعنا 17 تونا اشوفهم في الطريق جايين اتوقع اتوقع معي كفاية هناك في البيت اه وش بيطلع لي سلفر اعطني متفجرات هذه اها اوكي انا اسف بلاك باودرز كومبليتد فتح لي فولاتايل ابلكيشنز نحتاج 50 من البلاك باودر طيب شلون أسوي كل البلاك باودر هذا بلاك باودر نحتاج فحم وسلفر والله ايزي راح يفتح لي استخدامات اخرى له طيب اصبروا خلينا نجيب خلينا نجيب سلفر زياده ايش بيفتح لي هذا؟ يفتح لي اربع اشياء. بسم الله. رايفل يا اخي احتاج هذه سيركت بورد يا حول واحتاج البسيل بايب وهيفي موديلر فريم 100 105 وهذه ايش؟ قنابل اكسبلوزيفز رايفل كارتريج هذه بعد يا الله وش هذا؟ هذه صناعات دي ما ما جبناها للحين هذا بدنا نجيب هذول هل من هنا مثلا لازم نصنع هذول اول بعدين شكلها لازم نفتح كل الريسيرشات اللي عندي يب وجليل ما قاعد اشوف هذه هي والله اني اذكرها عند بيتي نايس طيب اقدر اسوي ريسيرش الحين مين في واحدة ثانية؟ والله عند بيتي في مليان ريسيرش الاخير للمايسيليا افتح لي هذا سارت ريسيرش وش بيعطيني؟ برضو انهيلر؟ ميديكال انهيلر لكن هذا ارخص ارخص من ذا هذا احتاج مية من الموديلر فريم والله لا هذا ارخص بس انا لاني مجمع بس الفرق <applause> ان هذا راح يكلفني <applause> هذه الاشياء فهمتوا؟ تعال ريسيرش ابوي عطني الانهيلر تكفى يب سويناه انهيلر ايه يحتاج شيء واجد كم يزيد لي دم فولي ريستور يور هيلث عبي دمك 100% يعني فول اوكي اصنع لي حبه ما في مكان نحتاج هذا نجمعها زياده الباقي ايزي بس هذا نحتاج منه زياده يقرع ابو القوه يفلل دمي يا عيال يا اخيرا شوف عندي واحد اثنين كلها ويب 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 ثلاثه ويب وش ما ندري للحين والله للحين ما ندري وش فائدتهم الزبده 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 *راح نوقف هنا، إن شاء الله تجاوبكم الحلقة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة حتى لايك لكم المقطع* سلام